الجواب هو أن هذه الشطحات وهذه الأوهام والتصريحات يعني أصبحت تثير الشفقة. مجلس الأمن كان واضح في القرارين لما قال وطالب هذه المجموعة بأنها أن تترك أو تخرج من الجرجرات في 2017 وخرجت يعني مطأطأة الرأس من الجرجرات في 2017 بقرار من مجلس الأمن. مجلس الأمن أكد بأن تواجد أي مجموعة مسلحة في هذه المنطقة هو عمل يهدد الأمن والاستقرار، وطالب هذه الجماعة المسلحة بأن تحترم الوضع القانوني والوضع السياسي والتاريخي لمنطقة القرقرات ومنطقة شرق الجدار الأمني المغربي. موقف الأمم المتحدة كأمانة عامة كذلك كان واضح، عبر عليه الأمين العام أولا في بلاغ إصدار يوم السبت، وليأكد بأن المنطقة ستعرف انسيابية في المرور سواء فيما يتعلق بالمرور التجاري أو الإنساني وغيره. وأكد عليه كذلك الناطق باسم الأمين العام يوم الاثنين لما قال بأن يعني الغالي هذا السباق ما هذه بحال كيقولوا زوبعة في فنجان، يعني ماشي بليسيت وتصريحات يعني هذه جمهورية فيرتويال وكتشتغل بأشكال فيرتويال إيجابية افتراضي، يعني كتخيل بأن إذا قالت بأن الرالي ما غيدوش راه ما غيدوش الرالي ما نشفوا وهو مر بشكل طبيعي، لا هاد الناس اللي كانوا تما ولا من يعطيهم هاد النصائح هذه. كان نتمنى أنهم يكون درس مفهوم بأن هادشي ديال قطاع الطرق وهادشي هذا تعافى عنه الزمن. اليوم المجتمع الدولي محتاج إلى فاعلين عندهم مصداقية. هذا الكلام اللي ما عنده معنى، هذه التصرفات اللي قلت ديال قطاع الطرق سواء اللي كيديرها أو اللي كينصحوا أنه يديرها، هذا يعني كيزيد يهبط المستوى ديال الناس وكيوضح المغرب في موقفه بأن اليوم المشكل ديال المسلسل الأممي هو غياب شريك عنده مصداقية لحل نهائي في إطار السيادة المغربية، حل وليس مع من يهيج هذا قطاع الطرق المغربي يجلس أو يتعامل معه. الحمد لله أن يعني تعامل الأمم المتحدة وخاصة الأمين العام كان تعامل واضح وارتكز على قرارات مجلس الأمن اللي هي كذلك واضحة. هذا لي كومبورتمون دو فويو كيوضح مع من نحن نتعامل، وبحال اللي قلت القطار هذا ما نعاودش نقولها بان القافله تسير. شكرا.